وللحديث بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تعامل الحكومة في العراق مع المعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية في ظل تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، السلام عليكم. يعني أصدرتم بيان تطالبون فيه بضرورة إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام في العراق، لكن ما هي المخاوف التي دفعتكم للمطالبة بهذا الطلب وفي هذا التوقيت تحديدا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. مرحبا بك. بداية أنا أؤكد أن أغلب المعتقلين في العراق بما يقرب نسبة 90% بحسب بعض الإحصاءات الحقوقية تقول أنهم غير محكومين، وإنما معتقلون وموقوفون جرى على توقيفهم سنين بدون محاكمات، وهذا ما أشار إليه بيان الهيئة اليوم. والأمر طبعا فيه أبعاد طائفية لا يخفى على الشعب العراقي والمتابع للشأن العراقي. أما الأمور التي دعت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين هو بسبب انتشار فيروس كورونا في العراق وفي العالم جميعا. بسبب منظمة الصحة العالمية صرحت أن العراق يمر بوضع خطير وخطير جدا، والأسابيع القادمة ستكون فظيعة بالنسبة للشعب العراقي، ربما لأن بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا. طيب. والسلطات الحكومية لا تمتلك أدنى مقومات الحياة عموما في العراق، أما في القطاع الصحي فمنهار تماما، وقد فضحت جائحة كورونا كذب الحكومة في هذا الجانب. هذا بالوضع الطبيعي، الوضع الآن خطير جدا، فكيف إذا انتشر الفيروس في السجون؟ نعم. ومعلوم أن السجون في العراق ممتلئة، بحيث أن الغرفة الواحدة إذا كانت مساحتها تقريبا 20 متر هي يوضع فيها أكثر من 50 إلى 60 70 شخص، يعني لا يستطيع شخص أن ينام متمددا في الأرض. نعم. فتخيل هذا العدد من المعتقلين دكتور لو انتشر الفيروس فيهم. دكتور ثامر، نعم، ثمة اتهامات للحكومة وأيضا للميليشيات أنها تستغل وباء كورونا للقضاء على هؤلاء المعتقلين وذلك عبر مواصلة سجنهم، ما مدى دقة هذه الاتهامات؟ بداية أقول لا بد أن يكون الرأي، أؤكد على أن الرأي العالمي أو الشعب العراقي يعرف جيدا أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من أهل السنة في العراق. نعم. تم اعتقالهم على مدار سنوات عديدة تحت قانون ظالم جائر، قانون الإرهاب، وتوقيف بدون محاكمات رغم أن الكثير من المعتقلين لم يحاكموا الآن. فالغاية إذن من عدم إطلاق سراح المعتقلين هي لقتلهم وإبادتهم إبادة جماعية كما أشار بيان الهيئة. ولذلك أنا أدعو الشعب العراقي إلى المطالبة بكل الوسائل بإطلاق سراح المعتقلين، لأن الأمر خطير جدا، وهناك تعمد من الحكومة كما أشار بيان الهيئة اليوم إلى الإبادة الجماعية، لأنه في الأيام العادية من غير انتشار فيروس كورونا كان المعتقلون يعانون من انتشار أمراض بشكل كبير جدا نتيجة الإهمال الصحي والأعداد الكبيرة وانعدام أبسط مقومات الحياة، فما بالك العالم كله يعجز عن مواجهة الفيروس. نعم. إذن نحن أمام إبادة جماعية المعتقلين من أهل السنة، وهو تطهير طائفي مقيت. دكتور ثامر، إذا كانت إيران قد أفرجت عن بعض المعتقلين، هنا السؤال، لماذا لا تقتفي الحكومة في بغداد أثر إيران وهي الفاعلة طبعا في كل أمر وحين؟ للأسف طبعا نحن نقول أن إيران أجرمت بحق الشعب العراقي. نعم. عن طريق دعمها للحكومة وعن طريق دعمها للميليشيات، لكن مع هذا هي أطلقت عشرات الآلاف من المعتقلين. للأسف السلطات الحكومية في بغداد لا تتبع إيران إلا في الإجراءات والممارسات السيئة بحق الشعب العراقي. نعم. إيران أطلقت المعتقلين لأنها أطلقت طبعا عشرات الآلاف من المعتقلين، كانت قد شعرت بالخطر الكبير الذي يهددها، لكن حكومة بغداد لا تهتم بذلك، وهي تتعمد قتل هؤلاء المعتقلين لأبعاد طائفية وهي واضحة للشعب العراقي، وهنا يعني وهي لا تهتم كثيرا للشعب العراقي. وهنا أقول، أين من يدعو نصرة الشعب العراقي من السياسيين الذين يدعون أنهم دخلوا إلى الحكومة وإلى العملية السياسية من أجل نصرة أهلهم وأبناء مدنهم؟ ألا يعون الخطر الكبير الذي يهدد عشرات الآلاف من المعتقلين ويطالبوا بإطلاق سراحهم؟
دكتور ثامر، طالبتم الهيئة يعني المنظمات الدولية المعنية بالجوانب الحقوقية والإنسانية بالتدخل في هذا الموضوع، أيضا دعوتم منظمة الصحة العالمية إلى القيام بواجبها في هذا المجال. ما على هؤلاء فعله حيال تلك المأساة التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام؟ الهيئة هي تهدف إلى حملة كبيرة لإثارة الرأي العالمي وإثارة الشعب العراقي وتذكير المنظمات الدولية وأصحاب القرار بمأساة عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات أيضا في سجون حكومة بغداد وفي سجون سرية الميليشيات مغيبين، دعت لكي تضغط عليهم لكي يفرجوا عن هؤلاء المعتقلين في ظل انتشار وباء مميت وقاتل هو فيروس كورونا، خاصة أن معظم من اعتقلوا خلال السنين الماضية هم تحت قانون الإرهاب سيء الصيت المجحد بحق الشعب العراقي. حتى من بين المعتقلين هم آلاف النساء بسبب هذا القانون الباس. إذن نحن ندعو حتى المنظمات الحقوقية للتدخل، ولا يكتفون بما تقدمه الحكومة من تقارير غير حقيقية وغير واقعية لشدة ما يتعرض له السجناء في حكومة بغداد. من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.